طيب اليوم بدنا نجاوب أسئلة الامتحان ونناقش كل سؤال علشان كل واحد يعرف وين المشكلة تبعته في السؤال. السؤال الأول، طبعا احنا اتفقنا انه الامتحان يكون open book على أساس انه انتو من السهل انه تفتحوا كتبكم تستعينوا بالنت، فبالتالي لازم يبين الطالب المتميز المتمكن من المادة من الطالب اللي بيفتحش الكتاب إلا يوم الامتحان. فبالتالي إذا الأسئلة ما رح تكون مباشرة، رح يكون فيها لف ودوران، رح تعتمد على الربط والاستنتاج. طيب نشوف سؤال أول، بيقول Why drug combination essential for HIV؟ HIV اللي هو الفيروس اللي بيعمل عنا مرض الإيدز. هلأ شو بيقولنا الخيار الأول؟ Single drug are not completely inhibitory، إن الدواء الواحد ما بيعمل complete inhibition، ولا limitation negate the effect of one drug، ولا الطفرة بتعاكس تأثير الدواء الواحد، ولا combination of antibiotics are affected versus TB. أساسا الانتيبيوتكس ما بزبطوا لعلاج الفيروسات، والTB أساسا اللي هو مرض السل، فهاي الخيار مقلوش دخل في الموضوع. ولا الخيار الأخير the virus cannot mutate versus combination، إنه لما بيكون في عندك combination من الانتيفيرال ايجنت الفيروس ما بيقدر يعمل طفرة. في يعني أكثر شيء ممكن يخربش الطلاب بين B و D، B اللي كانت بتقول إنه mutation negate the effect of one drug، إنه mutation بتعاكس أو الطفرة بتعاكس تأثير الدواء الواحد، فطبعاً الدي بتكون هي الأقرب للصحة، إنه الفيروس لما ما بيقدر يعمل ميوتيشن إذا كان في عنا كومبينيشن. طيب السؤال اللي بعديه اللي هو مش ملتيبل تشويس، أكمل الفراغ، بيقولنا case a mother takes her 6-year-old son to her general practitioner، أخذت ابنها اللي عمره ست سنين على الدكتور. ليه؟ extremely anxious because، اللي هي كانت معصبة كتير أو متوتر كتير. ليش؟ because the child has that morning stabbed himself with a needle، هو ابنها غص ايده بإبرة. وين كان ملاقي الإبرة؟ in a park frequent by drug user، الإبرة كان مستخدمها حدا من الدرج يوزرز من المدمنين تبعين المخدرات. apart from the minor scratch to the right hand of the child is otherwise well and has passed medical history of note، ماشي الحال. يعني هو الولد انه ما عنده مشاكل سوى انه محل الغزة الصغيرة، لكن فعليا الخطورة وين تكمن؟ انه هو ايش استعمل او غز ايده بإبرة كان مستخدمها مدمن مخدرات. طبعا مدمنين المخدرات او شيرينج نيدلز بيعمل عندي مشكلة بانتقال اي فيروسات. The most appropriate viral infection that child is most likely to has is، طبعا على الاغلب او المشكلة شيرينج نيدلز يا بتنقل HIV يا بتنقل هيباتيتس بي او سي، ماشي؟ فإذا هدول هم المرضين اللي منخاف منهم في حالة sharing needles. And he could take فراغ medication as a preventive measure، بدك تنقي دواء يستخدم ك preventive measure ك prophylaxis احتياطا إذا الواحد انصاب بال HIV. طبعا شو اسمه مضادات الفيروسات اللي نحنا أخذناهم بالكتاب اللي مذكورين بالكتاب ما بينعطوا كبروكوشن، بينعطوا كتريتمنت في الـ HIV، لكن هذا الدواء إحنا أخذناه في المحاضرة لما شرحنا عن الكورونا فيروس. قلنا في أدوية بيعطوها لعلاج الكورونا فيروس أو للمانجمنت للكورونا فيروس، وهي أساساً تنعطى كبريكوشن للـ HIV infection. طبعاً الدواء اللي هو كومبينيشن من دوايين الدرونافير وكوبيستات اللي هو باسمه التجاري الريزلتا، طبعا سواء كتبت الاسم التجاري الاول او الثاني اتس اوكي، او تختارش الدواء اللي هو عبارة عن كومبينيشن من الدوايين، بيختار دواء ثاني اللي هو اتزنافير او باسم تجاري رياتاس، طبعا سواء كتبت الخيار الاول او الخيار الثاني اتس اوكي، ماشي الحال. طبعا نشوف السؤال الثاني، بيقولنا which
point in the replication cycle appear most easily blocked by the antiviral and so the drug will be effective. احنا قلنا الفيرال لايف سايكل لها خمس ستيجز، ففي وحدة قلنا بيصير لها انهبيشن اكثر من غيرها. هل المشكلة او هل الاسهل ان امنع الفيرال ابزوربشن ولا امنع الفيرال بينتريشن ولا امنع الفيرال ان اي دي ان اي اند ار ان اي ريبليكيشن ولا امنع الاكزيت اوف ذا فيروس فروم ذا سيل ولا اول اوف ذا اباف ار ترو؟ احنا قلنا المرحلة الثالثة اللي هي تبعت الدي ان اي ولا ار ان اي ريبليكيشن هي الاسهل انها تنمنع. ذكرنا هذا لما استعرضنا كل الانتي فيرال ايجنت وكل واحد على انو ستيج بيأثر. فطبعا انت بالمجمل العام بدك تشوف تكون شايف او تقارن الانتي فيرال ايجنت وتعرف انه المرحلة الثالثة هي الاسهل، هي اللي نعملها تارجتينج. طيب نشوف السؤال اللي بعده. Which of the following is not an anti-influenza agent؟ في عنا أمانيتيدين هو anti-influenza agent، في عنا ريمانتيدين برضو anti-influenza agent، السلتامافير ما ذكرناه بالكتاب بس ذكرناه في المحاضرة لما حكينا عن الكيسز تبعت الانفلونزا وهو كان تامي فلو اسمه التجاري. يبقى الخيار الأخير all of the above are anti-influenza agent. فحتى لو كنت السلتامافير مش متأكد منه، كونك متأكد من الأمانتيدين والريمانتيدين فلازم تحط انه كلياتهم anti-influenza agent. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول viruses are dividing by binary fission. طبعا binary fission هاي طريقة تكاثر البكتيريا مش طريقة تكاثر الفيروسات، ولا الفيروسات هم اوبليجيت انترا سيلولار بارازايت. طبعا هاي هي الصح، لازم يعيشوا جوا خليه حيه. ولا هاف ذير اون ميتابوليزم، اساسا لو كان عندهم ذير اون ميتابوليزم كان ما اضطروا انهم يعيشوا داخل خلايا حيه. شود كونتين انزيمز فور ريبليكيشن، لازم يكون عندهم انزيمات، اساسا هم بيسيطروا على الخليه وبيستخدموا انزيمات الخليه. لكن في بعضهم مش كل الفيروسات، بعضهم بيكون عندهم بعض أنواع من الإنزيمز. أو should have an envelope، طبعا مش شرط كل الفيروسات يكون لهم envelope، قلنا في فيروسات يكون لها envelope في فيروسات ما بيكون في لها envelope. نشوف السؤال اللي بعديه. describe the coronavirus، أنو من ما يلي أني جملة بتوصف الكورونا فيروس. الكورونا فيروس زي ما حكينا احنا هو مشكلة الوضع الراهن واخذنا عنه محاضرة لحاله. هو انو الجملة اللي بتوصفه صح؟ نشوف ايه. large regimented barrel shape virus، هو شكله زي البرميل، لا طبعا. an isohedral او عفوا an icosahedral structure with an envelope. icosahedral انه له 20 وجه، لا هو مش مضلع. and icosahedral large polymorphic virus، ولا له أشكال متعددة وهو له 20 وجه. ولا دي club shape glycoprotein spikes protruded through a lipid bilayer. طبعا هذا هو الخيار انه له نتوءات زي club shape، زي شكل الدبسة او شكل نتوءات طالعة على الغشاء الخارجي او الانفلوب تبعه، فهذا هو الخيار الصح. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. بيقول لك which of these phases of malaria parasite is the target of prophylactic treatment، يعني واحد مش مصاب في الملاريا واحنا بدنا نعطيه دواء يكون prophylactic احتياط، انهي فيز من هدول الفيزز بيكون prophylaxis؟ pre-erythrocytic phase in the liver قبل ما يوصل البارازايت للكبد، ولا erythrocytic phase لما يكون في الدم، ولا exo-erythrocytic phase، ولا كلياتهم اختر لك اي واحدة فيهم. طبعا اللي هي المرحلة الاولانية pre-erythrocytic phase in the liver، او اللي كان يسمينا اياها بالكتاب، الكتاب كان ذاكر لنا الإكزو إريثروسيتيك والإريثروسيتيك، هذه ما قبل الإريثرو
سيتك فيز تبع الكبد. طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعديه. Of the plasmodium species causative for human malaria, the one producing most serious complication. أنو أكتر واحد بيعمل لي مشاكل في البني آدم؟ طفيل plasmodium vivax ولا أوفالي ولا plasmodium falciparum ولا plasmodium malariae؟ طبعا هذا السؤال مباشر اللي هو plasmodium falciparum هو اللي بيعمل resistance كتير واللي عامل مشاكل كتير. طيب السؤال اللي بعديه بيقول the sexual phase in malaria parasite occur in، برضو هذا السؤال مباشر اللي هو الطور الجنسي في الملاريا بيظهر أو بيتكون في الهيومن ولا الأنوفيلس اللي هي البعوضة ولا في كليهما ولا none of them، طبعا اللي هو بالأنوفيلس بعوضة الأنوفيلس مسكيتو. طيب نشوف عن السؤال اللي بعديه. A 25 year old male is suffering from acute attack of malaria، يعني هو صار معاه ملاريا وشو البارازايت اللي عمل له مشكلة؟ plasmodium vivax. He is given chloroquine، طيب أعطوه دواء الكلوروكوين for this attack، but to prevent future relapse عشان نمنع الانتكاسة المستقبلية such attacks he must be given، لازم ياخد ميفلوكوين ولا كوينين ولا بريماكوين ولا بروغوانيل. تمام. هلأ هذا إذا بتتذكروا محطوط عنا بالكتاب صفحة 109 إنه من اليوزز تبعت البريماكوين إنه هو الراديكال كيور of the disease with chloroquine، هو العلاج الجذري radical cure for the disease with chloroquine، لازم يستخدم مع الكلوروكوين. فهو بقول لك بالسؤال إنه إحنا مستخدمين له كلوروكوين، إيش أستخدم له مع الكلوروكوين؟ نستخدم له البريماكوين. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. Presence of ingested RBCs is a characteristic feature of، بيظهر لما بيظهر عندي ingested RBCs، لما بيظهر في البراز تبع البني آدم إنه في RBCs ظاهرة في مع البراز كأنه عامل ingestion أو هاضمهم البني آدم زي كأنه بالع دم. هذا نتيجة وجود الانتميبا كولاي ولا داينتميبا فراجيلس ولا انتميبا هيستوليتيكا ولا ايوديميبا بيشيلي. طبعا انت الاغلب الطلاب بيخربشوا بين الانتميبا كولاي والانتميبا هيستوليتيكا. الانتميبا هيستوليتيكا اللي هي الاميبا والانتميبا كولاي اللي هي بتعمل لي اغلب المشاكل في الجهاز البولي مش في الجهاز الهضمي، فبالتالي بيكون الخيار سي اللي هو انتميبا هيستوليتيكا. نشوف اللي بعديه. اللي بعديها قصة كيس. A 34 year old woman complained of itching and burning around her vagina and a full smelling، يعني ريحة سيئة، of vaginal discharge. A wet amount examination of the discharge show pear-shaped trophozoid that exhibited a jerky motility، يعني لقوا لما فحصوا الفاجينال ديسشارج لقوا فيه تروفوزويد. كونه حكى لك التروفوزويد معناته هذا مو بكتيريا، هذا بارازايت. That exhibit jerky motility، بغض النظر ايش هو التروفوزويد. Which of the following drugs would be appropriate for this patient؟ ايش انا اعطيها؟ نستاتين ولا مترونيدازول ولا بارومومايسين ولا فلوكونازول ولا واحد. هلا اغلب الطلاب بيفكروا انه كونه مشكله بالفاجينا معناته فطريات، بس هو قال لك انه هو لما عملوا الفحص لقوا انه في تروفوزويد، فانو دواء بيزبط للبارازايت او للفاجينالس اللي هو المترونيدازول. طيب نيجي للكيس اللي بعديها. 23 year old man coming back from a trip of Peru complained of abdominal discomfort، بطنه بيوجعه، occasional full smelling diarrhea، برضه ريحة سيئة للبراز ومعاه إسهال، alternating with constipation of a 2 week duration، مرة بصير معاه إمساك مرة إسهال. Stool culture was negative for bacterial pathogen، يعني إحنا متأكدين إنه ما عنده بكتيريا. Which of the following drugs should be appropriate empiric treatment for the patient
at this time. إحنا إيش نعطيه؟ إحنا متأكدين 100% ما عنده بكتيريا. أوكي؟ فإذا اللي بيزبط معه هل هو كلوروكوين ولا كيتوكونازول ولا ميبندازول ولا مترونيدازول ولا كوينيدين؟ طبعا الانتي اميبيك ايجنت اللي هو مترونيدازول. طبعا طلاب بخربشوا لي بين ميبندازول ومترونيدازول. ميبندازول للديدان، اوكي، المترونيدازول للطفيليات او تحديدا الاميبا. طيب نشوف السؤال اللي بعديه. A 24 year old woman who has 22 week pregnant، يعني هي حامل، ست عنا حامل، فهذا عنا بشكل مشكلة بالدواء اللي بدنا نعطيها إياه. Presented with a 5-day history of loose stool containing bloody mucus. Her past medical history was significant for an otic neuritis 1 month ago. كان في عندها مشكلة apparently due to viral infection، نتيجة التهاب فيروسي. طيب upon physical examination her abdomen was soft but non-tender. The exam of fresh stool showed a histolytica، يعني انت ميبا هيستوليتيكا تروفوزويت، هاي هو ريحك وقال لك انه هي مصابة بالانت ميبا هيستوليتيكا. A CT scan has negative for gut wall or liver amoebiasis، اطمنا انه الاميبا مش منتقلة لمحلات تانية، يعني هي لساها محصورة في الجهاز الهضمي. Which of the following drug would be appropriate for the patient؟ وين المشكلة في الكيس كلياتها؟ إنه هي pregnant، فأنو من هدول بزبط معها؟ مترونيدازول ولا كلوروكوين ولا كليندامايسين ولا البارومومايسين؟ طبعا البارومومايسين هو اللي بيزبط، ليش؟ لأنه ما بيصير له absorption من الجهاز الهضمي، فهو كأنه بيتاخد وبيشتغل locally داخل اليومن بدون ما يصير له أي امتصاص، فما في عنا مشكلة إنه هي حامل. طيب نيجي للكيس اللي بعديها. A 55 years old man who was about to leave a vacation trip to Central Africa started a treatment with mifloquine. Which of the following plasmodium cells can be effectively killed by the drug؟ يعني إنه هو بده يروح ل افريقيا، ونحن بنعرف افريقيا منطقه وبائيه بالملاريا، وهو ايش قالوا له؟ ياخذ المفلاكوين احتياطا. المفلاكوين بزبط لايش بالضبط؟ للفايفاكس هيبوزويدز ولا فالسيباريوم جاميتوسايد ولا الفايفاكس شيزونز ولا الفالسيباريوم هيبوزويدز ولا الملاريا بلاد شيزونز ولا الملاريا التشو شيزونز؟ طبعا إذا أنت ما بدك تتوه في الموضوع كلياته، المفروض عنا من الكتاب الصفحة اللي فيها الرسمة صفحة 105، هدولي الأدوية بيكونوا كلياتهم ملخصين وبيبين معك إنه المفلوكوين يستخدم للبلاد شيزونسايد ايجنت. طيب نيجي عندنا السؤال اللي بعديه. Which of the following is not associated with hookworm infection؟ hookworm اللي هي الديدان الخطافية، أنو مما يلي ما بيصير مع الإصابة بالديدان الخطافية؟ أنيميا، بيصير مع الواحد أنيميا؟ آه بيصير أنيميا. شوك، ممكن يصير شوك نتيجة الهايبر سنسيتيفيتي اللي بتصير أو نتيجة الأنيميا اللي بتصير الحادة. an elliptic shaped egg with a smooth shell wall. هلأ أي حدا مصاب بتروفوزويد أو مصاب بالديدان بنلاقي البويضات تبعته بتطلع مع البراز، ولا بصير معهم respiratory signs؟ برضو بصير معهم respiratory signs. قلنا إذا الدودة غيرت محلها، وحكينا لكم قصة الزلمة اللي ضلوا داير ما بين جماعة respiratory والكارديولوجي، وبالآخر كان حلو عند جماعة الجهاز الهضمي لأنه الطفيل تبعه استوطن في الكبد ونقل على الرئتين. ولا الاشي طبعا اذا انت كنت متأكد من الاربعة اللي فوق، فالمفروض تختار رقم خمسة انه هي اللي ما بتصير، الفيسيرال لارفال مايجرانز. وحتى اذا انت ما كنت عارف ايش هو الفيسيرال لارفال مايجرانز، يعني المفروض انت تتأكد من
تكون متأكد من الأربعة اللي فوق، الأربع خيارات اللي فوق، فبالتالي بتختار رقم 5 إنه هو ما بصير. طب أنا مش متأكد إنه رقم 5 بصير أو ما بصير، إحنا حطينا لك مساعدة شوية إنه هذا visceral larval migrans is a condition in human caused by migratory larva of certain nematodes. طب السؤال بحكي لك عن nematodes؟ لا، بحكي لك عن hookworms، ديدان خطافية. nematodes اللي هم الديدان الدبوسية، يبقى ما إله دخل في الموضوع. أوكي، يبقى الخيار E رح يكون هو برا الحسبة كلياتها، لأنه عم بيحكي عن نوع ديدان مختلف تماما. طيب نيجي السؤال اللي بعده، بيقول according to schistosomiasis which of these organs will schistosomiasis not affect، أي مما يلي ما بصيبها أو ما بتتأثر بالبلهارسيا، هل هو الهارت ولا السمول انتستين ولا الجول بلادر ولا اليورينر بلادر؟ احنا قلنا بشكل اساسي البلهارسيا بتاثر على اليورينر سيستم والجي اي تراكت، يبقى الهارت هو ما بيتاثر بالشستوسوميا. هاي من المعلومات الاضافيه اللي حطينا لكم اياها، ودوره حياه الشستوسوميا اللي كانت في اخر وحده البارازايتس. طيب نيجي للسؤال اللي بعديه، بيسال عن الراديشن اللي هو الإشعاع، is used to، ليش بيستخدموا الإشعاع في علاج السرطان؟ هل هو to destroy healthy tissue؟ لا طبعا، ولا kill cancer cell directly via the induction of DNA damage and cell death؟ طبعا هذا هو الخيار، ولا prevent cancer growth by destroying nearby blood vessel؟ ما إلها دخل، ولا force normal cell to kill nearby cancer cell؟ برضو ما إلها دخل، ولا كلياتهم صح؟ طبعا بمبينة انه هي الخيار الصح، الراديشن بيقتل الخلايا السرطانية عن طريق انه بيخرب الدي ان ايه او بيعمل دي ناتشوريشن للدي ان ايه. طيب السؤال اللي بعديه بيسأل عن الفينكريستين، هو واحد من الفينكا الكولويد، is useful type of anti-cancer drug، which of the following is true؟ اول اشي بسلتاكسيل and دوكسيتاكسيل are examples of vinca alkaloids. طبعا الفينكا الكالويدز احنا اخذناهم، الفينكريستين والفينبلاستين هم اشهر تنين، فهدول التنين والهم اشتغل. They all function by targeting microtubules. وإذا ما كنت ناسي شو هم الميكروتوبيولز، حطينا لك بين قوسين عشان تتذكر، i.e. they are anti-mitotic agent، بمنعوا الانقسام. ولما أخذناهم في المحاضرة رسمت لكم التوبيولين والميكروتوبيولين والميتوتيك سبيندلز كلياتهم علشان تتذكروا عملية انقسام الخلية. فهذا السؤال مباشر على الفينكريستين، ولا they do not cause myelosuppression or peripheral neuropathy، ولا it is an anti-metabolite، طبعا ملوش دخل بالموضوع، ولا كلهم صح، ولا B و D correct. طبعا زي ما قلنا